الخير، كصبحتوا لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احوال طيبه وتكونوا دوزتوا بدايه الاسبوع ديالكم موفقه مع الوليدات ديالكم. عواشركم مبروكه بالصحه والعافيه ان شاء الله وباللي تمنيتوها. كنتمنى انكم تكونوا مرتاحين وعلى خير وبخير ونشطين وضحكين ملي تشوفوا هذا لا فيديو. كيف ما كتشوفوا دابا 7 ديال الصباح، يلا فقت بقى ما درت والو، قلت غادي نبدا معكم هاد لو فلوغ هذا من الصباح حتى العشيه ان شاء الله الا حيانا الله ولا الا زعما عليا كتاب. المهم انا غادي ندير جهدي والكمال على الله. سمحوا لي يا حبيبي صوتي شويه مبحبح، راكم كيما الناس اللي كيحضروا معايا في الحفلات راهو ما غادي يعرفوا باللي ضربني شويه البرد ولا ما عرفتش الشمس ما عرفتش شنو ضربني بالضبط. المهم احبابي ما نطولش عليكم في الهضره، انا غادي نبدا معكم الروتين ديالي من الصباح حتى العشيه، وكنتمنى انكم تكملوا معايا لا فيديو حتى الاخر، وكنشكركم بزاف 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 ولا اللي خداكم عليا. يلا خليكم دابا وشوفوني شنو غادي ندير ابخي. صباحي دابا ان شاء الله غادي نبدا نفطر، وكيف ما قلت لكم باقي الحال دابا علينا 7:15، الوليدات مازالين ناعسين دوكا في الطريق. انا على خاطري حتى ينوضوا هما عاد نعطيهم فطورهم، وكيف ما كتشوف فطوري هو هذا. انا ما كيعجبنيش نفطر في الصباح حيت دابا حيتاش كنخرج معاهم لاكل خاصني نكون فاطره، دونك كندير بيضه مسلوقه وشوية ديال الديسر. انا كيعجبني ملي كيكون الحال سخون كنقدر غير على الديسر هو اللي كنغلب عليه، شويه طريف ديال الخبيز غادي نديرو مع الشوكولا وصافي، وكاس ديال اتاي. صافي هادشي اللي كاين البنات، وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. انتما كيف ما كتشوفوا صراحه الدار كانت عندي مخمله، كيف ما كنقول لكم انا راني كنخمل بالليل من مور ما نوضت وليداتي وفطروا وصلتهم ليكول وجيت. دابا غادي نصاوب غير نغسل غير المعينات، واحد الطيبه خفيفه للدار انا البلاكار عندي هذا ما كيبغيش يتسد ليا حيت عندي داك الميكرو تمايا حيدته من هنايا حيت ما عنديش لا سباس، ودابا ما بقيتش كنحتاجو بزاف ودرتو تما الفوق في داك السده وخليته تمايا. المهم دابا كيف قلت لكم انا غادي نغسل غير المعينات شي حاجه خفيفه هكا، تما انا ما كنخليش انايا ديال الليل يصبحوا لي، يعني عندي غير ديال الفطور انا غادي نحيدهم، وانتم معايا غادي تشوفوا نهاري كيفاش غادي يدوز. يلا حبيباتي وحبيباتي كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نبدا نغسل المعن، وكيف ما قلت لكم راني ما عنديش شي حاجه حيتاش ما كنخليش الماء يعني يصبحوا ليا، كنحاول نحيد كل حاجه كنحيدها فوقتها باش هكا الصباح يلقى ما ندير.
كيف ما كتشوفوا هنا راني درت جافيل في الماعن، حيتاش كيف ما كيعرف كل شيء من كيكون هكا يا البيض ولا كيبقاو الكيسان مزفرين. وانا صراحه ولفت انني ندير جافيل في الماعن، وهكا يا كبرنا ماما صراحه فيها بليه ديال الجافيل، خاصها جافيل تشمو في الكيسان، تشمو في الطباسل، تشمو في اي حاجه. صافي حتى حنا كبرنا بحال هكذاك، الا ما كانش جافيل في الماعن راه ما كاين حتى شي حاجه. كيجيونا الماعن مازالين موسخين، واخا هو كيخرج على اليدين ولكن ما عندك ما دير. وصراحه حتى هاد لافابو هذا كيعذبني، خصو دابا ساعه الغسيل دابا. سمحوا لي البنات، المهم انايا غادي نوريكم دابا يا الدجاج كان عندي خديته البارح في الليل. ها هو هذا عندي مقطع، راني غسله مزيان ومرقده في الحامض وفي الملحابيت وفي الثلاجه باش تحيد منه داك الريحه ديال الزبره. وهنا بقاو عندي جوج صينين، المهم دابا انا غادي نغسلهم، نعاود نشللهم، من موراها غادي نديرهم في الشبيكه نخليهم يستقطروا. ومن مور داكشي كنستف هاد الطريفات هكا عندي مقطعين طريفات، كل واحد يدير زعما القياس اللي كيبغي هوايا. وكنستفهم فوق واحد البلاطو، كنغطيهم بالبابي هذا سلوفان، وكنضربهم في الفريغو حتى كيجمدوا. ملي كيجمدوا كنجمع كلشي كنديرو في ساشي واحد، باش ملي كيكونوا جامديرهم مفرقين تيبقاو ليا هكا بالطرف. يعني ملي كنبغي انا نجبد كنجبد بالطرف، تيكونوا جامدين. هادو خلاص ما كنقطعش، انا كناخذ اربعه، جوج كنقطعهم وجوج كنخليهم صاينين. ما تعرف خلط شي واحد على غفله، ولا انا نبغي ان شاء الله نحمر شي دجاجه. راكم كيف ما كتعرفوا خص الدجاج يكون عندك قديم باش كيجي زوين في التحمار. صافي المهم انا دابا غادي نغسلو مزيان وهانتوما معايا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا انا الدجاج كنسلخو، ولكن ما كيسلخوش ليا هو حتى كيجيبو انا للدار عاد كنسلخو هكذا. داك الجلده ما كتعجبنيش، كيعجبني انني يكون مسلوخ كامل. صافي هادو الطريفات غادي كيف ما قلت لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو، غادي نقبطهم بحال هكذا، غنشد بلاطو وغادي نستفهم على البلاطو وغنديرهم في الفريغو، غنخليهم حتى يجمدوا لي. من بعد عاد كتهزي كل حاجه، كتجمعهم كلهم في بلاستيكه واحده. ملي كتجبدي كيكونوا جامدين هكذا، يا تيكونوا جامدين كيتجبدوا لك. هنايا جوج دجاجات ها هما مقادين، راهما جالسين دابا يا كيتسقطروا. وهنا القشيوشات جمعتهم بوحديتهم، العناق والجنيحات والكبده القنيصه وداكشي. المهم صافي ها انا ساليت دابا الدجاج ديالي، غادي ندوز ندير واحد الشطيبه خفيفه للدار وصافي، غادي يبقى لي غير الغدا. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما غسلت الدجاج وحطيته هكا يتسقطر، كي الدار انا كنخملها كي قلت لكم في الليل كتصبح ليا مخمله، كندير هكا غير شي تشطيبه خفيفه من الفوق وصافي. وتبعد المرات راه كنكون حتى بالليل مجفاها، يعني كنخليها مقاده عاد كندخل النعس باش في الصباح ما كيتعرمش عليا الشغل وصافي. حنا اليوم الصباح عندنا البرد صراحه بزاف، وكيف ما غتشوفوا معايا انايا غير تشطيبه خفيفه، ساليت من البيوت ودزت للكوزينه وصافي. وغادي نجمع الزبل والصلاه على النبي، هادشي اللي كاين هاد الساعه. ايوا البنات كيف ما شفتوا معايا دابا مشيت جبت وليداتي، جلستهم راه هما اللي هكا كيلعبوا. انا غادي نبدا ندير الغدا، كيف ما قلت لكم ما غاديش ندير شي حاجه، غادي ندير الكفته الكبابرات وغادي نقليها وشويه ديال الفريت. دابا الكفته ها هي زدت ليها شويه ديال الشرموله، زدت ليها شويه ديال الملح والقزبر مطحون والكمون. وهنايا كيف ما العاده الفريت كندير ليها نص طيبه، هيا كنسلقها نص طيبه عاد كنعاود نقليها. ودابا نخليكم معايا نكور الكفته
هكا نصاوبها باش نبدا نقلي فيها. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. Because my type, I've been looking for. So I need to move it. Click on the more red. Now she got three years. She's been no. Can't pump me. Stop. I can't talk. I'm going to take a little bit of a hint. I said, I'm going to be. He's a tower. I can't even out in the house. بزاف صراحة طلطل ليا راس. المهم انايا دابا راني بديت نقلي في الفريت هاهو، بديت نقلي فيه. هنايا درت داك شوية ديال الحبيسات سخن، غنتسنى غير بيت ما نتقرب طيب ليا الفريت، وهاديك الساعة غادي ندير نشوف ليكم ونهضر معاكم. قلت ليكم البنات غنتسنى غير طيب ليا الفريت تقرب زعما طيب، باش غادي ندير شوية ديال الكفيتة اللي كورتو باش هكا تبقى ليا سخونة. وصافي هادشي اللي كاين وهادشي اللي كتب الله هاد النهار كل نهار ورزقوا البنات. يلا خليكم معايا حتى نكمل الفيديو. وصافي دابا انا كنقلي هادشي ديال الكفته العديسه، ها هي ديرها سخنات وصفي عليها دابا الفريت، ها هو راني وجدتو. وصافي بقى لي غير هاد الكفته، هاد الدوره هادي والدوره الاخرى صافي، وغادي نحط قبله باش نتركها. يلا البنات انا غادي نقطع الفوق خاصني نقطع. وها هي ديال البنات غديوتي، ها هي وجدات كيف قلت لكم، شويه ديال الفريت مع شويه ديال الكفته، شويه ديال العدس والدسير وخبيز وصافي. هادشي اللي كتب الله هاد النهار، وبصحتكم وراحتكم البنات، وتهلاو ليا فراسكم. ما تنساوليش لي كومونتير، وما تنساو ليش لي جيم، واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي خلي ليا سبسكرايب اللي هي ابوني، فضغطوا على داك الجر الجرس الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم صحه طيبه وبسلام عليكم حبيباتي. ما تنساوليش لي جيم وتهلاو ليا فراسكم.